السفن الصيد المحلية في موريتانيا، مهندسون شباب يناقشون المخططات داخل ورشة عمل كبير. ما يزال هذا المشروع في بدايته، ولكن الحكومة تراهن على حيوية الشباب لإنجاحه والمساهمة في امتصاص البطالة في البلاد. الهدف من المصنع هو خلق فرص العمل والتسيير المعقلن للموارد البحرية والمساهمة في تنمية قطاع الصيد، وحتى الآن قام المشروع بصناعة 42 سفينة صيد وخلق 500 فرصة عمل، ونعمل على زيادة ذلك إلى 1000 فرصة عمل قبل نهاية العام الحالي. يؤكد القائمون على المشروع أن السفن الموريتانية تتماشى مع المعايير الدولية ومصنوعة من مواد مستوردة، ولكن هذه السفن تحمل خصوصية موريتانية تميزها عن قوارب الصيد العادية، ما يفسر الإقبال عليها من طرف الصيادين الموريتانيين. السفن القديمة لم تكن متماشية مع خصوصيتنا الثقافية، خاصة فيما يتعلق بالأمان، كما أنها لم تكن مجهزة بمراحيض. فالموريتاني لا يقضي حاجته أمام أبنائه وأحفاده، وذلك ما دفعنا لصناعة سفينة متماشية مع هذه الخصوصية. قبالة شاطئ الصيادين حيث يقع المصنع يقف جبريل، وهو صياد تقليدي منذ أكثر من عقدين من الزمن، يتطلع لامتلاك سفينة صيد محلية الصنع، ولكنه يقول إن هذه السفن لا تزال باهظة الثمن، إذ يزيد سعرها عن 40 مليون أوقية. فرق بين منهم ممكن عندنا تغيرات ونبتلوا، هما تبارك الله سفينة كبيرة وتستفاد منها تبارك الله، أنك يابس تبارك الله وجابر بليدة مكيفة، ما هيك واحدة من بليدة جابر فيها البلول وجابر فيها، ما هناك واحدة مريحة وواحدة ما هي مريحة. توجهت موريتانيا نحو صناعة السفن لحث الموريتانيين على الصيد في إطار استراتيجية حكومية لمرتنة قطاع الصيد والقضاء على البطالة، ولكن هذه الاستراتيجية لا تزال في بداية الطريق وتواجه العديد من العراقيل.